النهارده هنتكلم عن الكارديو سايكل. الكارديو سايكل بتعتمد مينلي على الفهم، يعني نفهم قوي، لان هي لو خدناها كحفظ ونمسك بقى الفرق ما بين كل فيز والتاني كحفظ الايتمز بتاعته هتبقى صعبه جدا او هتبقى مش منطقيه. لكن علشان نقدر نحفظها لازم نكون فاهمين ايه السيكونس ايفنتس اللي بيحصل عشان نستنتج منه التشينج هي ايه. اوكي، طيب مبدئيا يعني ايه كارديو سايكل؟ هي عباره عن الالكتريكال والميكانيكال ايفنتس اللي بتحصل في الهارت ديورنج اتش بيت. لكن لما باجي اتكلم عنها اكتر واشرحها بنتكلم مين الميكانيكال، يعني اللي بيهمنا في الوقت ده او في الجزء ده الكونتراكشن الريلاكسيشن، ايه الفالفز اللي فتحت، ايه اللي قفلت، انهي بارت من الهارت اللي كان كونتراكتد في الوقت ده، البريشر فين كان زايد، الفوليوم فين كان اقل او ازيد وهكذا. فاحنا هنتكلم عنها من ناحيه ميكانيكال اكتر. اوكي، لكن احنا عارفين الالكتريكال، عارفين ان احنا الاس اي نود بتطلع امبولسز للاتريوم وبعد كده بتوصل للاي في نود وبتكمل للفنتريكل. الكلام ده كله احنا فاهمين ايه السبب اصلا في الميكانيك. طيب لو جيت اسالكم مثلا ايه اللي بيسقط الاخر، الالكتريكال ايفنتس ولا الميكانيكال ايفنتس؟ الالكتريكال يعني اي حاجه الكتريكال تبدا قبل الميكانيكال. الويف بتاعت الدي بولاريزيشن دي الكتريكال ولا ميكانيكال؟ الكتريكال. بتؤدي الى ايه؟ ميكانيكال اللي هو كونتراكشن. طب الويف اوف ري بولاريزيشن دي الكتريكال ولا ميكانيكال؟ الكتريكال. بتؤدي الى ايه؟ ريلاكسيشن. فحتى لما نيجي بعد كده نقارن ما بين الاي سي جي وما بين الكارديو سايكل والفيز هنلاقي دايما الويف اللي بتؤدي للكونتراكشن قبل موجوده قبل الكونتراكشن، والويف اللي بتعمل ريلاكسيشن اللي هي ري بولاريزيشن بتكون قبل الريلاكسيشن وهكذا. اوكي، النهارده في الكارديو سايكل هنتكلم ميكانيكال كله، وفي الاي سي جي في المحاضره الثانيه هنتكلم الكتريكال كله. خلاص، طيب اول حاجه الكارديو سايكل الديوريشن بتاعتها كام؟ حوالي 0.8 سكند، دي السايكل الواحده اللي هي الهارت بيت الواحده، دي الديوريشن بتاعتها. بتتقسم لايه؟ سيستول ودايستول. لما اقولها مطلقه كده سيستول ودايستول بيبقى مين لي قصدنا على الفنتريكل، لكن احنا اكشلي عندنا الاتريوم ليه سيستول ودايستول بتاعه والفنتريكل ليه سيستول والدايستول بتاعه. طيب هل بيحصلوا سيبريت؟ يعني ده بيعمل مثلا السيستول والدايستول ويخلص وبعدين اللي بعده يبدا؟ لا، هما ات ذا سيم تايم. مش معناه ان الاتريوم بيكونتراكت في نفس اللحظه، لا، مقصود بيها ان اثناء ما الاتريوم بيعمل حاجه منهم الفنتريكل شغال يعمل حاجه ثانيه. اوكي، والعكس تمام. يعني الاتريوم ايفنتس او الاتريوم فيزز والفنتريكل فيزز بتحصل هما الاثنين ات ذا سيم تايم، بس مش السيستول هنا هو هنا، لا، ممكن يكون او غالبا بيكون مثلا الاتريوم بيعمل سيستول الفنتريكل بيكون في الدايستول، الاتريوم بيكون دايستول الفنتريكل بيكون بيحضر بيكون في سيستول وبيحضر للدايستول بتاعه وهكذا. اوكي، لكن مقصود بيها ايه؟ ان هما مش ورا بعض، يعني مش اتريوم سيستول اتريوم دايستول اتريوم فنتريكل سيستول، لا، دول بيحصلوا ات ذا سيم تايم لكن مع اختلاف الفيز. ده بيكون في وقت الكونتراكشن، ده بيكون ساعتها بيعمل ريلاكسيشن وهكذا، وده اللي هنشوفه دلوقتي. يبقى الديوريشن بتاعت الاتريوم ايفنتس على بعضها كام؟ 0.8، والديوريشن بتاعت الفنتريكل ايفنتس برضه 0.8، لانهم الاثنين بيحصلوا ات ذا سيم تايم. فاهمين النقطة دي؟ طيب لو جينا مثلا نقول الاتريوم ايفنتس زي ما قلنا سيستول ودايستول، الديوريشن بتاع السيستول بتاعت الاتريوم بسيطة جدا 0.1 سكند فقط، وبقية ال 0.8 كلهم اللي هم 0.7 بيعمل دايستول. الدايستول بتاع الاتريوم اللي هو ايه؟ الفيلنج بتاعه اللي هو بيملى بلاد جايله من الفينز، سواء كان الليفت سايد اوف ذا هارت جايله من البلمونري فينز او الرايت سايد اوف ذا هارت جايله منين؟
من الأورتيك سوري من السوبيريور فينا كافا اللي هي الجنرال الجنرال فينز يعني السوبيريور فينا كافا خلاص. طيب ده الاتريال سيستول وده الاتريال دايستول. طيب الفنتريكل سيستول ودايستول السيستول برضو ستيل أقصر من الدايستول. السيستول عندنا 0.3 سكند والباقي كله دايستول اللي هم 0.5. اوكي طيب الدايستول بتاع الهارت اللي بيحصل فيه ايه؟ فيلينج برضو للهارت ريلاكسيشن اند فيلينج. والسيستول بتاع الفنتريكل اللي بيحصل فيه ايه؟ كونتراكشن عشان يضخ الدم سواء كان الليفت سايد هيضخه لكل اجزاء الجسم او الرايت سايد هيضخه لللونج خلاص. طيب ودايما لما بنتكلم جنرالي بقى كده الكاردياك سايكل سيستول ودايستول بتبقى دماغنا اكتر موجهه ناحيه الفنتريكل لكن اكشوالي هما الاثنين بيحصلوا في سيستول للاتريوم وللفنتريكل وهكذا ودايستول. طيب عايز بس اوريكم الصوره دي انا مش عارفه هي واضحه ولا لا. احنا عندنا هنا الاحمر ده او الدايره الخارجيه اللي بره خالص دي السيستول والدايستول بتاع الفنتريكل اوكي والدايره الداخليه الاصغر منها دي السيستول والدايستول بتاع الاتريوم اوكي. طيب الاثنين على بعض الديوريشن 0.8 زي بعض خلاص. طيب الاحمر ده هو جزء السيستول. هندخل الاول في الاتريال سيستول هو جزء بسيط في الوقت ده بيكون الفنتريكل بيعمل ايه؟ ازرق اهو بيكون الفنتريكل في الدايستول. طيب العكس في الفنتريكل الفنتريكل سيستول اللي هو الجزء الاحمر ده ساعتها بيكون الاتريوم بيعمل ايه؟ والبين الاحمر بتاع الفنتريكل في ازرق للاتريوم يعني بيكون الاتريوم ساعتها في الدايستول تمام؟ يعني مش متزامنين احنا فاهمين الاتريوم الاول بيعمل كونتراكشن وبعدين الفنتريكل وراه يعمل الكونتراكشن بتاعه عشان كده ما بيحصلش الكونتراكشن ات ذا سيم تايم وده قلناه المره اللي فاتت. الفيزز بقى بتاعت الاتريوم والفنتريكل الاتريوم والفنتريكل الاتريوم ما فيهوش غير السيستول ودايستول بس اتريال سيستول واتريال دايستول. الفنتريكل هو بقى اللي جوه السيستول والدايستول بتاعته فيه سب ديفيجنز او سب فيزز خلاص. اول حاجه بالنسبه للسيستول عندنا فيه 3 فيزز للفنتريكولار سيستول. اول واحد اسمه ايزومتريك ايزومتريك كونتراكشن فيز. تاني تو فيزز دول ايجكشن. ايجكشن يعني ايه؟ كلمه ايجكشن يعني ايه؟ ضخ. في منهم رابيد واحد رابيد وواحد سلو. يبقى احنا عندنا السيستول او الكونتراكشن ايزومتريك كونتراكشن رابيد ايجكشن سلو ايجكشن دول الثلاثه فيزز بتوع السيستول الفنتريكولار سيستول. طيب الفنتريكولار دايستول بيبدا برضو اول حاجه ايزومتريك ريلاكسيشن اوكي رابيد فيلينج ريديوسد فيلينج او سلو فيلينج واخر فيز خالص اسمه فاينل رابيد او لاست رابيد فيلينج. الفيز ده هو اللي بيحصل فيه او هو نفس الفيز بتاع الاتريال سيستول وهنفهم معناه ايه. خلاص انا خليها كده دلوقتي نفهم معناه ايه. طيب اول حاجه انا بحب هتلاقوا كله كتاب بيبدا السايكل هي سايكل يعني ملهاش بدايه ولا نهايه هي سيركل متصله فيزز بتيجي من بعضها. لو بدانا من اي فيز صح لو بدانا من اي نقطه فيهم صح وبنكمل لحد ما نوصل تاني لنفس النقطه اللي بدانا منها يبقى خلصنا السايكل الواحده اللي هي الـ 0.8. كل كتاب هتلاقوه بيبدا بطريقه. انا دايما بحب ابدا بالاتريال سيستول بحب ابدا السايكل من الاتريال سيستول. ايه الاتريال سيستول ده؟ كونتراكشن بتاع الاتريوم. طيب تتخيلوا ليه الاتريوم بيعمل كونتراكشن؟ عشان يفضي الدم اللي جواه للفنتريكل. طيب هل الدم او اللون اللي جوه الاتريوم الطريقه الوحيده اللي بينزل بيها للفنتريكل عن طريق الكونتراكشن بتاع الاتريوم؟ لا بس هو كونتراكشن بس لا بالظبط. يعني في العادي ان لما يكون الفالف اللي ما بين الاتريوم والفنتريكل مفتوح البلد بينزل باسيفلي نتيجه لاختلاف البريشر. البريشر فوق عالي والبريشر تحت اقل والفالف ما بينهم مفتوح فالبلد بيفضل ينزل من اعلى لاسفل خلاص. هل ده اتريال سيستول؟ لا ده مش اتريال سيستول. امتى بقول اتريال سيستول؟ بعد ما
كونتراكشن للاتريوم علشان ينزل اخر قطرات موجوده فيه من الاتريوم للفنتريك. اوكي طيب تخيلوا كده في اللحظه دي الفنتريك هيكون بيعمل ايه؟ فيلينج. هيكون في اخر فيز من الفيلينج بتاعه اللي احنا قلنا عليه اسمه لاست رابيد فيلينج فيز. هو ده اخر فيز من الفنتريكل ان الاتريوم يدخله شويه البلاط الموجودين فيه. خلاص يبقى هو الاتريوم هو بالظبط لاست رابيد فيلينج فيز بتاع الفنتريكل. الاتريوم بيعمل ستون والفنتريكل بيستقبل اخر كميه بلاط او اخر فيلينج هيسيبه. تمام كده؟ طيب ايه اللي احنا عايزين نبص عليه لما نيجي نشرح اي فيز؟ عايزين نشوف اولا ايه الميكانيكال ايفنتس اللي بتحصل، يعني ايه كونتراكشن ولا ريلاكسيشن، ده اولا في الروم نفسها سواء اتريوم او فينتريكل. تاني حاجه عايزين نشوف الستيت اوف فالف، ايه الفالفز المفتوحه وايه الفالفز المقفوله في اللحظه دي او في الفيز ده. تالت حاجه عايزين نشوف البريشرز والفوليومز في كل الشامبرز شكلها عامل ازاي، يعني لما بيكون الاتريوم بيعمل كذا الفنتريكل بيكون البريشر فيه قليل ولا عالي ولا واطي وهكذا. طيب اول كمان عايزين نعرف الهارت ساوندز او الاصوات اللي بتنتج عن الفيز ده ايه، وعايزين نعرف الاي سي جي تشينجز اللي بتحصل في الفيز ده. هنأجل اخر واحده اللي هي الاي سي جي تشينجز، مش هنشرحها دلوقتي خالص، لما ناخد الاي سي جي هنعمل ريفيجن عليها. اوكي طيب اول حاجه عايزين نعرف الميكانيكال ايفنتس اللي بتحصل. ايه الميكانيكال ايفنتس اللي بتحصل؟ الاتريوم بيكونتراكت وبيحصل بلاد ايجكشن من الاتريوم للفنتريكل. كميه البلاد حوالي 10% من كل اللي بينزل من الاتريوم للفنتريكل، يعني كميه بسيطه. ده اول. تاني حاجه عايزين نعرف انهي فالفز المفتوحه وانهي فالفز المقفوله في اللحظه دي. Which valves are open؟ الاي في فالفز اللي هي ما بين الاتريوم والفنتريكل. طيب في اللحظه دي السيري يونال فالف اللي هي الاورتيكو البالموناري اوبن ولا كلوز؟ مقفولين، بيفتحوا بس لما الهارت الفنتريكل يجي يضخ دم. هل في اللحظه دي الفنتريكل بيضخ حاجه؟ لا، يبقى الفالفز الاورتيكو البالموناري اللي هم اسمهم السيري يونال فالف ار كلوز. يبقى احنا في السيشن دي او في اللحظه دي انا عندي الاي في فالفز مفتوحه والسيري يونال فالفز مقفوله. طيب عايزين نعرف البريشر جوه الاتريوم عامل ايه؟ عالي، بيكونتراكت يعني قلل حجمه جدا وعامل انكريز في التنشن. يبقى انا عندي هنا في انكريز للبريشر في الاتريوم. طب الفوليوم بتاع البلد في الاتريوم قليل لانه نزل معظمه وخلاص اخر جزء بينزل للفنتريكل. طيب البريشر اللي جوه الفنتريكل بيعلى عشان بنزل له بلد. مش انا بعمل ايه دلوقتي؟ بنزل بعمل فيلنج للفنتريكل، يعني بنزل بلد من الاتريوم للفنتريكل. بيزيد بس زياده بسيطه قوي لان اصلا كميه البلد اللي بتنزل في الاتريوم ستون بسيطه قوي، مش هتعمل فرق كبير يعني. طيب ده بالنسبه ليه الفوليوم اللي داخل الفنتريكل. طيب الهارد ساوندز اللي بتحصل في الوقت ده، واحد من الساوندز اسمهم الصوت الرابع الفورث هارد ساوند. الفورث هارد ساوند ده بيحصل نتيجه للاتريوم كونتراكشن، يعني الاتريوم وهو بيعمل كونتراكشن بنسمع له صوت اسمه فورث هارت ساوند. احنا عندنا كام هارت ساوند؟ اربعه، فيرست وسكند وثيرد وفورث، دول الفور نورمال ساوندز. خلاص هنشوف كلهم بيحصلوا امتى في الكارديك ساوند. يبقى كده عرفنا الفورث بيحصل امتى؟ في الاتريال سيستول، يعني في الفنتريكولار سيستول ولا دايستول؟ دايستول، في اخر فيز من الفنتريكولار دايستول. اوكي؟ ده كده بالنسبه للاتريال سيستول، مش عايزين نعرف عنه اي حاجه ثانيه، هو هتلاقوا الكلام ده كله موجود مكتوب عنه. طيب الاتريال دايستول هو الباقي بقى. خلاص الاتريال الحاجه الوحيده الاكتف اللي بيعملها السيستول، بقيه السايكل كلها بيعمل ايه؟ بياخد بلاد ريتيرنينج لي من الفينز اللي جايه له، سواء كان السوبيريور والانفيريور فينا كابا او من البلمونري فين، وبيعمل فيلنج بيملى البلاد اللي جواه عشان يستعد انه يحصل تاني اوبننج وينزل ال دول. طيب ده بالنسبه للاتريوم، والفتره بتاعته قد ايه؟ حوالي 0.7 لان هو 0.1 بس سيستول والباقي كله اتريال دايستول. ده بالنسبه للاتريوم. طيب نيجي بالنسبه للفنتريكل. احنا كنا اخر حاجه قلنا
ان اخر قطرات من البلد نزلت من الاتريوم للفنتريكل، صح؟ طيب الفنتريكل في اللحظه دي كان بيعمل اخر فيز من الفيزز بتاعه الدايستول بتاعته او الفيلنج بتاعه، خد اخر جزء. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اول حاجه هتحصل الاي في فالف اللي مفتوح يقفل، دي اول حاجه هتحصل. يقفل ليه؟ عشان الفالف بتفتح لما البريشر فوق يبقى اعلى من تحت. اوكي؟ ده بالنسبه للاي في فالف، لما البريشر فوق اللي هو هينزل منه البلاد يعلى الفالف بتفتح. تقفل امتى؟ لما البريشر تحت يبقى اعلى من فوق، لانها بتسمح في مرور البلد في اتجاه واحد فقط مش العكس، خلاص؟ فايه اللي بيحصل؟ الفالف اول حاجه بعد ما الاتريال سيستول يخلص البريشر تحت في الفنتريكل عالي جدا، فايه اللي حصل؟ او يعني اعلى من الاتريال، مش هنقول عالي جدا لان لسه ما عملتش كونتراكشن، هو اعلى من الاتريال طبعا لان الاتريال خلاص فاضي، فهيروح الفالف قافل. الاي في فالف استقفل، ده اول حاجه بتحصل او انديكيتنج بدايه السيستول بتاع الفنتريكل. يبقى لما اجي اقول لكم اول ايه اللي بيحصل عشان يبدا الفنتريكل سيستول هو كلوجر للاي في فالف. طيب عايزين نحط قاعده كده في دماغنا، الفالفز بتفتح نورمالي من غير صوت وبتقفل بصوت، زي بالظبط الباب. الباب لو هو كويس ما فيهوش مشكله نورمال ممكن افتحه ومحدش يحس، لكن لما اجي اقفل لازم يكون في خبطه في الاخر كده هحس بالباب وهو بيقفل. فالفالف زي الباب بالظبط، بتفتح من غير صوت وتقفل بصوت. طيب الاي في فالف في بدايه السيستول هنا فتح ولا قفل؟ سكر بالظبط. فايه اللي حصل؟ صوت. الصوت ده اسمه ايه؟ The first heart sound. يبقى بداية السيستول بتاعة الفنتريكل هي closure للاي في فالف، هي ال first heart sound. خلاص؟ اوكي. قفل الاي في فالف. بقية الفالف عاملة ايه؟ مقفولة. مش السيستم بتاع الفالف أصلا مقفولة؟ الاي في فالف هو اللي كان مفتوح. حصل ايه؟ قفل. يبقى دلوقتي الهارت بقى كلوزد تشامبر، يعني غرفه مغلقه على كل الحاجات اللي جواه، مفيش فالف مفتوحه خالص. اوكي؟ طيب اول فيز من الفيزز بتاعه الكونتراكشن بتاع او السيستول بتاع الهارت الفنتريكل اسمه ايزومتريك كونتراكشن فيز. يعني ايه ايزومتريك؟ تعرفوا خدتوا قبل كده في انواع المسل كونتراكشن في حاجه اسمها ايزومتريك وفي حاجه اسمها ايزوتونيك، صح كده؟ ايزوتونيك وايزومتريك كونتراكشن، فاكرين الكلام ده؟ المهم ايزومتريك، متريك يعني ايه؟ يعني لينس بالمتر، لينس. ايزومتريك معناها ان اللينس بتاع المسل ثابت، يعني المسل بيحصل فيها نوع من الكونتراكشن ما فيهوش اكشن. يعني ايه؟ مفيش شورتنينج للمسل. انا علشان مثلا امسك حاجه من هنا وارفعها او احركها من مكانها، ايدي حصلت فيها ايه؟ شورتنينج للمسل، قربت الاوريجن من الانسيرشن، عملت شورتنينج للمسل. ده كده مش ايزومتريك. طالما حصل فيه شورتنينج للمسل يبقى ده مش ايزومتريك. الايزومتريك ان ما يحصلش شورتنينج للمسل، وده بيحصل امتى؟ لما باجي ازق حاجه ما بتلزقش، حاجه تقيله جدا او حيطه مثلا، لو جيت على الحيطه دي حاولت ازقها بايدي او كتاب، مش كتاب بقى، هنقول مثلا يعني دولاب، حاولت ان انا ارفعه، انا هعرف ارفعه؟ لا. في اي اكشن هيحصل؟ هل الاوريجن هيقرب من الانسيرشن والدولاب يترفع؟ ده كده ايزومتريك. فاول فيز بيحصل في الهارت هنا ايزومتريك، اللي هو ايه؟ الهارت كل الشامبرز بتاعته مقفوله، مفيش حاجه اصلا ينفع يضخ ليها الدم الهارت، فمش هيحصل الضغط ده، مش هيحصل شورت للكارديك ماسلز. ايه اللي هيحصل؟ جاست زياده في التنشن، التنشن بيحاول يزيد عشان يتغلب على الفالفز المقفوله دي. اوكي؟ طيب هلاقي الفنتريكولر بريشر هيحصل له ايه؟ هيزيد جدا. الفوليوم بتاع البلاد اللي في الفنتريكل هيحصل له اي تشينج؟ مش هيحصل له اي تشينج خالص.
الفالفز كلها مقفوله الساوندز عندي الفيرست هارت ساوند هو ده الايزومتريك كونتراكشن فيز ان الهارت مقفول على نفسه بيعمل كونتراكشن من غير ما يحصل شوكنج فالبريشر بيزيد الفوليوم ما بيتغيرش فيرست هارت ساوند نتيجه لبدايه الفيز ان حصل كلوجر للاي في فالفز ده الايزومتريك كونتراكشن فيز طيب ندخل على الفيز اللي بعده الفيز اللي بعده بيبدا ب opening of valves اللي هم مين؟ سيمي ليونر فالفز ليه سيمي ليونر فالفز بتفتح دلوقتي؟ البريشر جوه الفنتريكلز زاد جدا بقى اعلى من البريشر اللي في الاورتا والبلمونري ارتريز فهيفتح الفالف اللي ما بينه يبقى اذا الفيز اللي بعده اللي اسمه رابيد ايجكشن فيز بيبدا بايه؟ opening of the سيمي ليونر فالفز يبقى احنا عندنا الفيز الأول isometric contraction phase بدأ بكلوجر of the AV valves الايزومتريك relaxation contraction بدأ ب سوري انتهى بالopening بتاع كلوجر السيميونال فالفز وبدأ الفيز اللي بعده اللي هو الرابيد ايجكشن طيب opening للفالفز هيعمل صوت ولا مش هيعمل؟ مش هيعمل نورمال صوت طالما الفالف سليمة مش هيعمل صوت يبقى الاوبننج نفسه بتاع الفالف ما بيعملش صوت لكن احيانا بنسمع او الفيرست هارت ساوند بيفضل مكمل شويه نتيجه للكونتراكشن اللي هيحصل لكن ما بنسمعش صوت للفالف يعني الفيرست هارت ساوند اللي انا سمعته نتيجه ليه الكلوجر بتاع الاي في فالفز اللي هناك لكن مش نتيجه خالص لاوبننج للفالفز اللي انا بفتحها دلوقتي اللي هي السيمي ايه اللي هيحصل الفالفز هتفتح الهارت او الفنتريكل هيبدا يضخ الدم من الفالف للاورطه ساعتها ايه اللي هيحصل البريشر جوه الفنتريكل هيبقى كتير ولا قليل ليه لا عالي عشان عملت كونتراكشن زي الاتريال سيستول بالظبط الاول هيبقى عالي وبعد كده هيبدا يقل في الفيز اللي بعده لان البلاد بيفضى منه فالبريشر جوه هيقل لكن ستيل لسه في الرابيد ايجكشن انا عندي لسه البريشر عالي الفوليوم بتاع البلاد اللي في الفنتريكل بيبدا يقل لانه بيفضي البلاد للاورطه طب البريشر في الاورطه والبلمونري بيحصل فيهم ايه بيعلى ليه عشان بيوصل لهم دم او بلاد من الفنتريكل خلاص طب ده بالنسبه للفيز اللي بعده يبقى احنا كده خلصنا الايزومتريك كونتراكشن فيز دي التشينجز اللي بتحصل هتلاقوا الصوره دي انا مكرراها بعد كل فيز عشان نريفايز بس الايفنتس اللي بتحصل انا عندي الايزومتريك كونتراكشن فيز اللي هو فين اسمه ايزومتريك او ايزوفولوميك يعني ليه نفس الاسم اوكي الايزومتريك كونتراكشن فيز هو الفيز الصغير ده ايه اللي بيحصل فيه اول حاجه لو جينا نشوف الفيرست هارت ساوند اهو بيحصل فيه تمام الاي سي جي تشينجز هنبقى نقولها بعدين عندي الفنتريكولار فوليوم ثابت لان احنا قلنا الايزومتريك ما فيهوش اي تشينج في الفوليوم لان الفالفز كلها مقفوله فالفنتريكولار فوليوم ثابت ايه اللي بيزيد قوي اللي لونه احمر ده الفنتريكولار بريشر بيعلى جدا لان انا عندي بعمل اصلا سبب الايزومتريك كونتراكشن انا بعمله ليه عشان اعلي البريشر جدا ويفتح لي الاورتيك فالف اوكي فالفنتريكولار بريشر هيعلى خالص الاتريال بريشر يعني sometimes بيقول ان هو بيعلى كرياكشن لانكريز البريشر اللي حصل في الفنتريكل وكمان لان في كونتينيوت فيلنج جاي له من فينوس ريتيرن فالاتريال هو كمان بيبدا البريشر بتاعه يعلى شويه خلاص دي التشينجز اللي بتحصل الاورتيك بريشر ما فيهوش تشينج كده كان قليل لانه فاضي لسه ما عملتلوش ايجكشن ما حطيتش جواها دي اللي تشينجز اللي بتحصل في الايزومتريك كونتراكشن فيز طيب نيجي على ما قلناش التشينجز اللي بتحصل في الاتريال سيستول اللي هو هنا التشينجز اللي بتحصل فيه اول حاجه عندي احنا هنفيد طبعا الاتريال سيستول اهم حاجه فيه ان الاتريال بريشر بيعلى بصوا الويف العاليه بتاعت الاتريال بريشر النقط دي اللي اسمها اي ويف دي بتاعت الاتريال سيستول عندي الفنتريكولار فوليوم بيعلى بس جزء بسيط زي ما انتم شايفين ليه لان هما اخر كميه بلاد بتنزل فيه دي حاجه بسيطه قوي مش عاليه قوي الدرجه البريشر برده بتاع الفنتريكل بيعلى جزء برده بسيط لان برده كميه الفوليوم البلاد اللي دخله مش كبيره وهكذا
خلاص ده بالنسبه ليه الاول الريشن بيبقى كده كده قليل زي ما هو ما فيهوش مشكله. طيب خدنا بعد كده الرابت ريجكشن فيز التشينجز كلها مكتوبه عندكم بالديوريشن بتاع الفيز وكل حاجه. التشينجز بقى نفسها على الكيرف فين الرابت ريجكشن اللي هو ده الفيز ده شايفين طبعا ان هو الطول بس ايجكشن هنا يقصد بيها التو فيزز فيرست رابيد ذن سلو يعني هو على الرسم هنا مش مقسمها الرابيد وسلو فاحنا هناخد اول جزء منه بس اوكي. ايه اللي بيحصل في الايجكشن فيز؟ اول حاجه ما عنديش طبعا زي ما احنا شايفين في هارت ساوند ساعات بسمع في بدايته اخر الفيرست هارت ساوند بس لكن ما عنديش هارت ساوند خاصه بيه هو هلاقي ان الفنتريكولار فوليوم بيقل جامد جدا لاني بدات الايجكشن هلاقي ان الفنتريكولار بريشر في بدايته بيبقى عالي لاني عامله كونتراكشن قافله يعني كونتراكشن جامد جوه الفنتريكل بعد كده بيبدا بيقل الكونتراكشن شويه وكمان كميه كبيره من البلاد فضيت منه ففي اخر الفيز هنلاقي ان البريشر بدا يقل جوه الفنتريكل لانه فضي والكونتراكشن قل شويه خلاص. ده الاتريال بريشر ما فيهوش تشينج فظيع يعني في الاجيكشن فيز. ايه تاني؟ دي اهم التشينج اللي بتحصل فيه الاورتيك بريشر بقى زي ما انتم شايفين اللي هو النقط اللي فوق دي زاد جدا. ليه؟ لان انا عندي دخلت فيه كميه كبيره من البلاد خلاص. ده بالنسبه للرابيد اجيكشن فيز. طبعا زي ما قلنا الكاردييك سايكل تتفهم لكن اللي هنيجي نقعد نحفظ بقى كذا يمكن لا مش هتنفع خالص لازم تتفهم. طيب الريديوس ايجكشن فيز ما هو ايه؟ ده كونتينيويشن للفيز اللي قبله بس كل حاجه الريت بتاعها هيكون اقل. الفنتريكولار بريشر دلوقتي بدا يقل خالص لان ايه؟ لان خلاص بيفضى الفنتريكولار الفوليوم برده بيقل الاورتيك بريشر مش عالي قوي زي ما كان. ليه؟ لان انا بضخ الاورطه وهو بيضخ كل اجزاء الجسم. في الاول هو بيضخ وانا بديله كميه كبيره في الرابيد ايجكشن لكن في السلو ايجكشن كده كده اللي داخل له بدا يقل وهو بيوزع اوريدي فبدا شويه ايه البريشر جواه يقل او يعني يبدا يرجع تاني شويه ليفل اقل. مفيش اي تشينج مختلف هيحصل. دول اخر 30% تقريبا من البلاد يعني 70 او هو 70% من البلاد الايجكتد بيكون في الرابيد ايجكشن و30% بس بيكون في السلو ايجكشن خلاص. حاله الفالفز في الفيز ده هو والرابيد ايجكشن ايه؟ مين اللي مقفول؟ الاي في فالفز مقفوله والسيمي ليونر مفتوحه خلاص. طيب ومفيش هارت ساوندز في الرابيد في الريديوسد ايجكشن فيز. كده خلصنا الفنتريكولر سيستول الفيزز بتاعه السيستول بتاع الفنتريكل خلاص. ايه اخر حاجه هتحصل عندي؟ ايه الفالف اللي مفتوح ده هيحصل ايه؟ هيقفل. طب هيقفل ليه؟ علشان الضغط في الاورطه بقى اعلى من الفنتريكل فيرجع تاني يصد الورق يقفل تاني. طيب الفالف بيقفل بصوت ولا من غير صوت؟ بصوت. هيعمل لي صوت اسمه ايه؟ سكند هارت ساوند. يبقى بدايه السيستول هي الفيرست هارت ساوند بدايه الدايستول هي السكند هارت ساوند. نخلي دول في دماغنا الاثنين نتيجه للكلوجر اوف فالفز لكن عكس الفالفز. السيستول بيبدا بكلوجر للاي فالفز الدايستول بيبدا بكلوجر للسيمي ليونر فالفز خلاص. الفورس ساوند ده بتاع الاتري. ما هو احنا قلنا ايه؟ الفالفز بتقفل بصوت وبتفتح من غير صوت بس ما قلناش ان كل الساوندز ليها علاقه بالفالفز بس. فاهم؟ يعني ممكن يبقى ساوند ملوش علاقه بقى بالفالف خالص زي ساوند 3 و4. 3 و4 ما لهمش علاقه بالاوبننج ولا الكلوجر بتاع الفالفز، ليهم علاقه بفايبريشن للبلاد وهو نازل في الاتريال سيستول فايبريشن للبلاد من قوه الدفعه بتاعته وهو نازل من الاتريا من الفنتريكل نتيجه للكونتراكشن بتاع الاتريا. تمام؟ يبقى مش كل الساوندز ليها علاقه بالفالفز. فاهمه العكس يعني اوكي؟ طيب يبقى 3 و4 ما لهمش علاقه بالفالفز، 1 و2 هم اللي ليهم علاقه بالكلوجر اوف الفالفز. طيب دلوقتي الهارت رجع تاني كلوز تشامبر الاورتيك والبلمونري قفلوا والايدي فالفز اوريدي كان مقفوله. اول ما الاقي الهارت كلوز تشامبر يبقى هبدا فيز اسمه ايزومتريك.
زي المره اللي فاتت لما الهارت كان كلوز تشامبر بدا فيز اسمه ايزومتريك كونتراكشن فيز. اول فيز السيستول، اول هنا ما الهارت تاني يرجع كلوز تشامبر هبدا فيز بس اسمه ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، وده اول فيز في الايه في الدايستول. يبقى اول فيز في السيستول ايزومتريك كونتراكشن مع بدايه الفيرست هارت ساوند، اول فيز في الدايستول ايزومتريك ريلاكسيشن مع السكند هارت ساوند. ده كلوجر لفالف وده كلوجر لفالف بس نوع الفالف بيختلف. اوكي طيب نيجي بعد كده ايه اللي بيحصل. الهارت كلوز تشامبر بيحصل ايزومتريك ريلاكسيشن. يعني ايه؟ يعني ريلاكسيشن ويزاوت تشينجينج في برضه الفوليوم او الشورتنينج او لينثنينج للمسل. بيحصل ريلاكسيشن من غير تشينج في المسل لينث خلاص ومقفول على نفسه ويريح كده الفنتريكل. فالبريشر جواها يحصل له ايه؟ هيقل. طيب البريشر لما يقل هيؤدي الى ايه؟ طيب نيجي الاول نشوف ايه التشينجز اللي في الفيز ده. اولا عندي فيه سكند هارت ساوند في البدايه خالص نتيجه للكلوجر للاورد كولدرمال، ده اول حاجه. تاني حاجه البريشر جوه الفوليوم هيحصل جوه الفنتريكل هيحصل فيه ايه؟ هيقل جدا جدا لان انا مقفول وبيعمل ريلاكسيشن، ده اول حاجه. طيب تالت حاجه الفوليوم جوه الفنتريكل هيحصل فيه تشينج؟ لا هو كان قليل اصلا من اخر ايجكشن وهيفضل زي ما هو، انا ما غيرتش حاجه في الفوليوم اوف بلاد خلاص. طيب الفالفز حالتها ايه؟ كلها مقفوله وعرفنا سكند هارت ساوند كده. الايزومتريك ريلاكسيشن خلص، فايدته ايه؟ يوطي الضغط قوي. ليه جوه الفنتريكل؟ ليه؟ عشان افتح فالف جديد. زي برضه الايزومتريك كونتراكشن كان فايدته يعلي الضغط قوي عشان افتح فالف خلاص. طيب الايزومتريك ريلاكسيشن وطى البريشر قوي جوه الفنتريكل فتح لي فالف جديد اسمه الاي في فالف. ليه؟ لان البريشر دلوقتي في الفنتريكل بقى اقل قوي من الاتريوم. الاتريوم عمال يجي له بلاد فلو من بره فينوس ريتيرن والفنتريكل فاضي، بالعكس ده بيعمل ريلاكسيشن وهو فاضي كمان. يبقى اذا عندي البلاد البريشر جواه هيقل جدا، فدلوقتي اصبح البريشر في الاتريوم اعلى من الفنتريكل، هيؤدي الاوبننج للفالف اللي ما بينهم اللي هو الاي في فالف. هيحصل بقى دلوقتي الاتريوم سيستول؟ لا الاول هينزل البلاد باسيفلي، ده بدايه الفيز اللي بعده اللي اسمه رابيد فيلينج فيز. الرابيد فيلينج فيز اللي بيحصل فيه بيبدا مع فتحه الاي في فالف يحصل فيلينج سريع للبول للبلاد من الاتريوم للفنتريكل بكميه كبيره، فبالتالي الاتريال بريشر هيحصل فيه ايه؟ هيقل. الفنتريكولار فوليوم هيحصل فيه ايه؟ هيزيد. الفنتريكولار بريشر هيحصل فيه ايه؟ هيزيد. الاتريال بريشر هيحصل فيه ايه؟ هيقل. الفالفز مين مفتوح ومين مقفول؟ الاي فالفز مفتوحه والسيمي ليونر مقفوله. في ساوند هنا؟ لا او تقريبا في ساوند هارت ساوند الثيرد. الثيرد هارت ساوند هنا بيبقى نتيجه للفايروس. الثيرد هارت ساوند بيبقى نتيجه لفايبريشن للبلد وهو نازل من الاتريوم للفنتريكل بسرعه فبيعمل لي الثيرد هارت ساوند. بالظبط احنا قلنا ايه؟ هو الاوبننج بتاع الفالفز ما بيعملش ساوند في النورمال، الكلوجر بيعمل ساوند لكن مش كل الساوند مرتبطه بس بالفالفز، في ساوند تانية زي التالت والرابع ما لهمش علاقه بالفالفز. انهي اللي ليهم علاقه بالفالفز؟ الاول والثاني. التالت والرابع ما لهمش اصلا علاقه بالفالفز نتيجه الفايبريشن من البلاد من مروره من الاتريوم للفنتريكل. واحد فيهم من الرابع في الفيز والتاني في الاتريال سيستم. خلاص؟ كارديوغرام ده بيحس بالفايبريشن وده بيلقط الثيرد والفورس عادي.
خلاص اتري سيستولي خلاص طيب ايه اللي حصل في الفيز ده قولوا لي انتوا ايه اللي حصل في الفيز ده الفالفز مين مفتوح ومين مقفول ايه الفالفز مفتوح سيميولار مقفول الاتريال بريشر بيقل ولا بيزيد ولا زي ما هو بيقل الفنتريكولار بريشر بيقل ولا بيزيد ولا زي ما هو بيزيد الاتريال فوليوم بيقل الفنتريكولار فوليوم بيزيد وفي ثيرد هارت ساوند خلاص اللي تشينجز اللي بتحصل هنا مع الرابيد فيلينج فيز اهو اللي بيحصل الاورت بريشر كده كده عمال يقل طب الاورت بريشر بيقل ليه هو عمال يطلع للجنرال سيركيوليشن ومفيش حاجه داخلاله هو كده كده الاورته فايدته ايه ان هو بيوصل للسيركيوليشن كلها فهو كده كده عمال بيطلع للسيركيوليشن ومفيش حاجه اصلا داخلاله فالبريشر جواه عمال يقل طيب نيجي على ال ventricular pressure حصل في ايه بصوا هو في اخر الفيز ده المفروض ان هو يبدا يعلى يعني المفروض ان هو يبدا يعلى شويه يمكن ما بيعلاش قوي علشان مش عارفه ليه بصراحه المفروض يبدا يعلى شويه طيب ال ventricular pressure برضو نفس الكلام الثيرد هارت ساوند بيحصل هنا اهو بس الاي دي فالفز هنا بتفتح في بدايه الرابيد فيلينج فيز وبتقفل وطبعا من غير صوت طبعا الثيرد هارت ساوند جاست نتيجه للفايبريشن بتاع الفلو بتاع البلاد من الاي تي ام للفين طيب في كمان ال الاتريال بريشر الاتريال بريشر بصوا عند اخر نقطه هنا كان المفروض ان هو كان هنا عند السهم ده فنزل شويه هتلاحظوا اصلا ان الفاريشن في الاتريال بريشر اصلا كلها بيعلى وبيقل بس غير خالص الفنتريكل لان لا كميه ولا حجم ولا حجم الماسلز زيها زي الفنتريكل اوكي ده بالنسبه للاتريال بريشر في بدايه الفيز خالص بيقل من هنا لهنا بينزل اوكي نيجي بعد كده على اخر فيز عندنا او القبل الاخير اللي هو اسمه ريديوسد فيلنج وبنسميه الدايستيزس ده كونتينيويشن للفيز اللي قبله بس بريت اقل كميه اقل حوالي 20% الاول الفيز اللي قبله كان 70% من البلاد بينزل باسيفلي من الاتريا للفنتريكل 20% بينزلوا باسيفلي برضه بس بسلو ريت لان فرق البريشر قل فالاتريال بريشر بيكونتينيو ان هو يقل الفنتريكولار بريشر بيعلى بكميه بسيطه لان هم 20% يعني ممكن ما يعملوش تشينج كبير في البريشر خاصه ان الفالف مفتوح مش مقفول يعني مش عاملاه في كلوزد تشامبر اوكي وبعد كده بيحصل ان مفيش ساوندز موجوده في ده ونفس الفالفز اللي مفتوحه الاي في فالفز والسيمي ليونر فالفز مقفوله خلاص اخر فيز عندنا اللي احنا عارفين ان هو اللي احنا بدانا بيه اصلا الاتريال سيستول اللي بيحصل فيه كونتراكشن للاتريوم عشان ينزل 10% اللي هم اخر جزء خالص فاضل له الاتريال بريشر بيعلى نتيجه للكونتراكشن جدا لكن الفنتريكولار بريشر ما بيتاثرش لان هم اخر 10% دول كميه لا تذكر الفنتريكولار فوليوم برده لا يذكر تغير فيه والفالفز اللي مفتوحه هي برده الاي في فالفز مفتوحه والسيمي ليونر مقفوله ايه تاني قلنا مفيش في ساوند اللي هو الفورث هارت ساوند خلاص دي نفس الفيزز اللي احنا قلناها سامري لنفس الفيزز الاول السيستول هنا دايما بيعملوا الايزومتريك والايجكشن مع بعض رابيد اند سلو يعني تمام وبرده في الفيلنج بسين بيقول لك الايزومتريك ريلاكسيشن والفيلنج رابيد وسلو بيحطوه مع بعض خلاص فده كده الايزومتريك كونتراكشن وده الايجكشن رابيد وسلو وهنا الايزومتريك ريلاكسيشن وده الفيلنج رابيد وسلو وهنا الاتريال سيستول اللي هو اخر جزء خالص وهنا بيوريكم ان بيحصل ايزومتريك كونتراكشن وايزومتريك ريلاكسيشن من غير تشينج في الفوليوم لكن هنا بصوا في الكونتراكشن حصل ايه الفوليوم بتاع القلب نفسه انقبض كده فصغر حصل شورتنينج للمسل
يعني المفروض ان هو كان يبقى واصل الايبكس بتاعته هنا، لا ده انقبض فحصل شورتنج للمسل. وبيقول هنا الستيتس بتاعت الفالفز اللي انتوا اوريدي طبعا عارفينها، اي ايزومتريك فيز هتلاقي كل الفالفز مقفوله سواء ايزومتريك ريلاكسيشن او ايزومتريك كونتراكشن، واي ايزومتريك فيز بيبقى معاه هارت ساوند جديد، السيستول فيرست هارت ساوند، الدايستول سكند هارت ساوند، خلاص. بس ده والايزومتريك هو اللي بيحصل فيه تشينجز ميجر في البريشر، الايزومتريك كونتراكشن بيعلي البريشر قوي والايزومتريك ريلاكسيشن بيوطي البريشر، خلاص. وبينتهي بايه؟ بأوبنينج. اي ايزومتريك بقى ينتهي بأوبنينج للنيو فالف اللي هيحصل منه يا فيلنج يا ايجكشن، اوكي. يبقى الايزومتريك بيبدا بكلوجر للفالف، بينتهي بأوبنينج للفالفز العكس، ولو بدا بايه في هينتهي بسيمي ليونر وهكذا، خلاص. هنا بقى بيقول ان فتره السيستول السايكل كلها 0.8، السيستول 0.3، الدايستول 0.5. هنلاحظ ان معظم السايكل بتكون في الدايستول، وده بيخلي لما بزود الهارت ريت انهي فيهم اللي بيحصل له شورتنينج. انا عشان ازود الهارت ريت هقلل الديوريشن بتاعت السايكل عشان اخلي فيه نبضات اسرع، يبقى هخلي السايكل تاخد وقت اقل. انهي فيهم من الفيزز دي اللي بيتاثر اكتر؟ الدايستول اللي هو الاطول، فبالتالي الفيلنج هو اللي بيتاثر اكتر. لكن لو جيت على الاتريال سيستول او السلو فيلنج ما بيحصلش تشينج ميجور في الفيلنج، لانهم اصلا حوالي كلهم على بعضهم 30% بس من الفيلنج. لكن لو وصلت ان انا قللت كمان من زمن الرابيد فيلنج، هو ده اللي هيعمل فعلا تاثير على الفيلنج وهيخلي الكاردياك اوت بوت في الاخر قليل، لاني ما مليتش الفنتريكل اصلا كتير عشان افضي منه كتير، تمام. فالفيلنج مهم. ده حاجه اسمها بريشر فوليوم لوب، ده كيرف بيوضح لنا العلاقه ما بين الفنتريكولار بريشر والفنتريكولار فوليوم، الفنتريكولار بريشر والفنتريكولار فوليوم. الكيرف ده بيبدا معانا من دي الستبس بتاعته. لو بدانا خالص من ستيج 1، ستيج 1 ديت اللي انا عندي فيها الاي في فالفز فتح. اي في فالف فتح يعني ايه؟ يعني بدايه ايه؟ اي في فالف فتح بدايه ويتش فيز؟ فتح رابيد فيلينج. اي في فالف ما بين ايه؟ اتريوم وفنتريكل. بيفتح ليه؟ عشان الدم يفضى من الاتريوم للفنتريكل. هل لما بيفتح ده ايزومتريك؟ لا، احنا قلنا الايزومتريك بيبدا بكلوجر وليس اوبننج، خلاص. يبقى لما فتح هنا فانا كده بدايه يا سيستول يا بدايه دايستول. انهي فالف اللي فتح؟ الاي في فالف اللي فتح، يبقى ده بدايه دايستول. لو السيمي ليونر هو اللي فتح يبقى بدايه ايه؟ سيستول، خلاص. طب مع الاي في فالف مع فتحه بيبقى فيه فيرست هارت ساوند ولا سكند هارت ساوند؟ نو هارت ساوند. الاي في فالف لما بيفتح ما بيعملش صوت. الثري بيبقى لما بينزل الفيلينج، لما بينزل البلد، اوكي. طيب هنا عندي، يبقى انا كده ببدا من ستيج 1 ديت اللي هي بدايه الرابيد فيلينج فيز، خلاص. كميه البلد اللي جوه الفنتريكل كانت 65 ملي. انا عندي هنا في فيرتيكال اكسس وهوريزونتال اكسس، سوري اكسس وهوريزونتال اكسس. الفيرتيكال اكسس ده بيبقى عليه المفروض البريشر، والهوريزونتال هي دي مش 20 يا جماعه، معلش، هي دي 120. وانا تقريبا عملت كروب للصوره. هو اللي فوق دي 120، هما 0 40 80 120، اوكي. فانا عملت بس كروب للصوره فاخدت الواحد معانا يعني. هصلحها، خلاص. يبقى هنا 120، ده كده البريشر. الفيرتيكال اكسس ده البريشر، وده الفوليوم. الهوريزونتال ده الفوليوم. بدات عندي ب 65 ملي، دول كميه البلاد اللي كانوا موجودين قبل ما ابدا الفيلنج، خلاص. جينا الفيلنج بدا يبدا، ايه اللي بيحصل؟ زي ما انتم شايفين رابيد فيلنج، كميه البلاد بتزيد من 65 ل 100 وتفضل تزيد لحد ما اوصل ل 135 عند نهايه الايه؟ الدايستول كله اللي هو الاتريال دايستول. يعني خلصت من 65 ل 135، خلصت ال 100% بلاد اللي بينزل لي من الاتريوم للفنتريكل. الرابيد بينزل لي 70%، والسلو بينزل لي 20%، والاتريال سيستول بينزل لي 10%.
ففي النهاية الفوليوم اتحرك من 65 لكام؟ ل 135. طيب بعد ما خلصت الفيلينج ايه الفيز اللي هيحصل؟ الفيلينج والاتريال سيستول خلصت خالص. هنا النقطة دي بيبقى عندها في ايه؟ كلوجر للاي في فالفز. يبقى انا هبدأ ايزومتريك كونتراكشن. كلوجر للاي في فالف ده فيرست ولا سكند هارت ساوند؟ فيرست، لاني هبدأ سيستول. اوكي طيب ايه اللي بيحصل؟ هل هنا هلاقي في تشينج في الفوليوم؟ لا، الفوليوم ثابت. امال ايه اللي تشينج هيحصل هنا في الايزومتريك كونتراكشن؟ البريشر هيحصل فيه ايه؟ زاد جدا من نقطه 4 لنقطه 5 لنقطه 6. كل ده البريشر عمال يزيد من غير تشينج في الفوليوم. انا لسه واقفه عند ال 135، بعلى لفوق فيرتيكالي لكن لسه واقفه عند ال 135. اوكي حصل انكريز في البريشر اللي جوه الفنتريكل. هنا عند نقطه 5 دي المفروض او 6 دي المفروض ان هي نهايه الايزومتريك كونتراكشن. يبقى ايه الفالف اللي هيتغير هنا؟ السيميليونر هيحصل له ايه؟ اوبننج. الاورتك او البلمونري هيفتح. فايه اللي هيحصل؟ هيحصل رابيد ايجكشن. الرابيد ايجكشن ايه اللي بيحصل فيه؟ بيستيل كونتينيو انكريز في البريشر في الرابيد ايجكشن في بدايته خلاص، لكن الفوليوم بيحصل فيه ايه؟ بيقل. بصوا انا بدل 135 انا بمشي لورا، يبقى رجعت 120 100 وصلت عند نقطه 7 دي كنت 100. اوكي يبقى خدوا بالكم برجع يبقى الفوليوم بيقل، لكن انا استيل بعلى في البريشر لان في رابيد ايجكشن. اوكي طيب من 7 ل 8 ده السلو ايجكشن اللي بيحصل فيه ايه؟ البريشر بيبدا يقل والفوليوم كونتينيو تو ديكريز. وصلت تاني للاند دايستوليك فوليوم، الاند سيستوليك فوليوم بتاعي اللي هو 65 تاني خلاص. عند ال 65 او هنا عند نقطه 8 دي ويتش فالف كلوزد السيميليونر، يبقى هنا بدايه الايه؟ الايزومتريك ريلاكسيشن. ايه اللي بيحصل في الايزومتريك ريلاكسيشن؟ هل في تشينج في الفوليوم؟ لا، انا هفضل واقفه عند ال 65 لكن البريشر هيحصل فيه ايه؟ هيقل بنصه، من يعني اقل من او 100 مثلا او 110 اللي هيقل الحال فوق الصفر بحاجه بسيطه. تمام يبقى الفيز اللي واقف ده ايزومتريك ريلاكسيشن، الفيز اللي طالع ده ايزومتريك كونتراكشن خلاص. وهنا الاند سيستوليك فوليوم نهايه السيستول الفوليوم بتاعي 65، وهنا الاند دايستوليك في نهايه الدايستول الفوليوم اللي جوه الفنتريكل 135 خلاص. البريشرز قمه البريشر عندي في الفنتريكل هي في الرابيد ايجكشن فيز بتكون حوالي 120، ده البريشر اللي جوه الفنتريكل. واقل بريشر عندي في نهايه ال ريلاكسيشن الايزومتريك ريلاكسيشن، اقل بريشر عندي فيه بيكون قريب من الصفر، يعني اقل من الصفر حاجه بسيطه. اللي عنده هيبدا يفتح الاي في فالف عشان يعمل فيلنج، الفنتريكولار بريشر هيقل قوي. فاهمين كده الكيرف ده؟ لا ما بيفضل الهارت ما بيفضلش خالص، لا الاتريوم بيفضل زيرو ولا الفنتريكل بيفضل زيرو. احنا بنقول 100% من الكميه اللي المفروض بيطلعها، 70% منهم 30% منهم 10% منهم من الكميه اللي بيطلعها، لكن ده مش معناه ان الفوليوم اصبح زيرو. مش معقول هيفضل ما فيش قطره بلاد في الفنتريكل او في الاتريوم؟ في 65 ملي موجودين، ما هو الفنتريكل كبير وجواه ال 65 ملي دول موجودين جواه بس مش عاملين بريشر لان هو حجمه اكبر منهم. ما البريشر ده بيبقى ايه؟ القوه اللي بتخبط بيها اللي جوه على الوول بتاع الحاجه. يعني مثلا الارتيريا بلاد بريشر هو ايه؟ هي القوه اللي بيضغط بيها البلاد على الوول بتاع الارتري. هل لما حد بقول ضغط واطي معناه ان ما عندوش دم؟ الدم مفقد كله؟ هل الناس بتفقد ضغطها بيوتا بس لما بتنزف؟ ما ينفعش حد يبقى ضغطه واطي وهو مش بينزف. في ناس كتير ضغطها بتوطى من غير اي نزيف خالص وبتوطى جدا توصل ل 10 20 خلاص هيموت. طب الضغط اللي بيوطى ده معناه ان مفيش بلاد خالص في الفيزلز؟ لا، ده في نفس كميه البلاد على فكره، بس حصل ريلاكسيشن او الفوليوم بقى اكبر من يعني او الوول او الحجم بتاع الاناء نفسه اكبر من كميه الدم اللي جوه، مش ضغطه. يعني مثلا الروم دي خلاص، هل لازم تبقى فاضيه عشان اقول البريشر جواها زيرو؟ لا، لو فيها واحد او اتنين او تلاته هم مش عاملين اي زحمه
فاهم الفكرة؟ بالظبط. انا مش عامله زحمه، الريزيدوال فوليوم بيبقى عامل كميه بريشر، بس انا قصدي ان مش شرط ان حاجه تفضى خالص عشان البريشر جواها يوم، هي بتبقى نسبه وتناسب الكميه اللي جوه بالنسبه لحجم الكونتينر نفسه. خلاص. اللي فات ده كان الفنتريكولار بريشر كيرف، او علاقه ما بين البريشر والفوليوم بتاع الفنتريكل. الكيرف ده فيه العلاقه ما بين البريشر، او في شكل البريشر اللي بيتغير اثناء في الارتريز اللي هو زي الاورطه. خلاص، زي الاورطه الارتري. طيب السيستميك ارتيريال بريشر ويف فورم مع الكاردياك سايكل، انتوا قولوا لي انتوا. خلاص، في السيستول، في الايزومتريك كونتراكشن فيز، هل في تشينج هيحصل في الارتري، في البريشر في الارتري؟ لا لسه. طيب في الرابيد اجكشن فيز ايه اللي هيحصل؟ هيزيد. في السلو اجكشن بيكمل برضو بيزيد. طيب في السلو اجكشن هيفضل بيزيد ولا هيجي عند ليفل يقل شويه؟ البريشر في الاول ده هيجي عند ليفل يقل شويه. ليه؟ لان هو اوريدي بيدخل له بلاد وبيخرج منه بلاد، ده الاول ده. في الرابيد اجكشن كميه البلاد اللي داخله له اكبر من اللي بتخرج منه للجنرال سيركيوليشن. طب في الريدوسد اجكشن ايه اللي بيحصل؟ داخل له كمية قليلة وهو بيطلع كتير للسيركيوليشن، فالبريشر في الأورطة هيبدأ يقل. عشان كده في الكيرف، يعني في الكيرف بتاعه أعلى نقطة فيه مش نهاية السيستول، لا قبل نهاية السيستول، عند نهاية الرابيد إيجكشن مش في السلو إيجكشن. أوكي؟ طيب يبقى الكيرف هيبدأ ينزل في السلو إيجكشن فيز، هيبدأ الكيرف بتاع البريشر بتاع الأورطة ينزل، وفي الدايستول هيكمل إن هو ينزل لأن خلاص هو عمال يفقد بس للجنرال سيركيوليشن ومفيش اي حاجه داخله له خالص. فالكيرف بتاعي هيبقى اسندنج ليمب وديسندنج ليمب. هل الاسندنج ليمب سيستول والديسندنج ليمب دايستول؟ لا، الاسندنج ليمب وجزء من الديسندنج سيستول والباقي دايستول. طب انهي الجزء ده بيمثل ايه؟ السلو ايجكشن فيز. ليه؟ لان في السلو ايجكشن فيز بيبقى كميه الدم اللي داخل الاورطه اقل من اللي خارجه منه، فالبريشر بيبدا يقل. يعني الماكسيمم بريشر بتاع الاورطه مش في نهايه السيستول، لا، البيك بتاعته في الرابيد ايجكشن فيز. خلاص، في الاورطه. يعني لما بحد نيجي نقيس لحد الضغط بتاعه وبنقول الضغط 120 على 80، 120 دي مقصود بيها في الرابيد ايجكشن فيز. في الرابيد ايجكشن فيز الضغط في الاورطه 120، 80 ده الدايستوليك. خلاص. طيب الكيرف عبارة عن سيستوليك اب ستروك، سيستوليك بيك، سيستوليك ديكلاين، وبعد كده دايستوليك ران اوف. ما بين السيستوليك ديكلاين والدايستوليك في هنا نوتش. نوتش النوتش دي انديكيتنج ايه؟ اسمها دايكروتيك نوتش. نهاية السيستول وبداية الدايستول، ايه اكتر حاجة مميزة لنهاية السيستول وبداية الدايستول؟ كلوجر للأورتيك فالف. اول ما الاورتيك فالف يقفل يبقى انا بدات الايزومتريك ريلاكسيشن اللي هو بدات الدايستول. يبقى الدايكريتيك نوتش دي معناها ايه؟ اورتيك فالف كلوجر. معناها ايه؟ اورتيك فالف كلوجر يعني الكيرف نقدر نظهره بصوره اخرى بالشكل ده. كل ما قبل الدايكريتيك نوتش هو سيستول وكل ما بعدها هو دايستول، لان الدايكريتيك نوتش دي انديكيشن الاورتيك فالف كلوجر. كلوجر يبقى سكند هارت ساوند، يبقى ايزومتريك ريلاكسيشن، يبقى بدايه الدايستول. خلاص. طيب وهنا شرح لكم ليه الاسندنج ليمب، ليه الديسندنج ليمب بدايته بتكون فيها شويه بيكون لسه في السيستول، لان الريديوسد ايجكشن فيز نتيجه الريديوسد ايجكشن فيز. خلاص. ده البريشر اللي بيحصل. احنا كده خدنا الفرق ما بين الفنتريكولار او الكيرف اللي بيوضح العلاقه ما بين الفنتريكولار بريشر والفوليوم. خدنا تاني كيرف الاورتيك بريشر. تالت كيرف عندنا الانترا اتريال بريشر، بس احنا ما بنقيسوش، ما بنعرفش نقيسه من الاتريوم نفسه، بنقيسه من الانترنال جابلر فين، لانه اكتر فين التشينجز اللي فيه شبيهه بالظبط بالتشينجز اللي بتحصل في الرايت اتريوم. خلاص، مش هيفرق معايا البريشر قد ايه، على قد شكل الويف نفسه. انتوا قولوا لي امتى البريشر بيعلى في الاتريوم؟ قولوا لي الفيزز اللي تعرفوها اللي البريشر بيعلى فيها. في الاتريال سيستول بيعلى،
في الكونتراكشن صح؟ في الفيلين بتاعه في ديورنج الدايستول بيعمل. طيب هل ليه في ويتش بقى فيز بالظبط؟ احنا عندنا فيه ثلاثة ويفز عالية اللي هم A و C و V. خلاص ما علينا من الباقي. A و C و V. الاكس والزد والاكس والواي دول descent decrease مش increase. فاحنا هناخد يعني هتشرحوا بس او اللي عليكم ال A وال B وال C اللي هو ال increase بتاع الاتريال بريشر بيحصل امتى؟ بيحصل في ثلاث حالات. ال A wave من اسمها A atrial contraction. Atrial contraction اللي هو ال atrial systole. خلاص؟ ال C wave ventricular contraction. مش احنا قلنا في ال ventricular contraction قلتلكوا ساعات ال atrial pressure بيعلى شوية؟ بيعلى ليه؟ لما بيحصل ventricular contraction الكاسبز اللي أخلى الفالف بتعل زي بلج لفوق شوية من الكونتراكشن. أنا لما بعمل كونتراكشن للفنتريكل البريشر جوه الفنتريكل بيعلى قوي، فغصب عني لو أنا مثلا الأوضة دي حصل فيها قنبلة وانفجرت الباب هيحصل فيه إيه؟ هيفتح ليه هيفتح لورا، هيزق لورا ليه؟ الانفجار اللي حصل هنا والبريشر اللي حصل هنا زق الباب إيه؟ لورا. خلاص؟ ده بالظبط كأن الباب ده هو الاي في فالف، وهنا الكونتراكشن بتاع الفنتريكل وهناك الاتريوم. الكونتراكشن بتاع الفنتريكل خلى الباب يرجع لورا، رجع لمين؟ للاتريوم. لما برجع يا كاني ضيقت الاتريوم، انا زنقته خليت الباب يرجع لورا فضيقته فعليت البريشر شويه. فاول حاجه بيعلى فيها البريشر الاتريال سيستول، تاني ويف بيعلى فيها مع بدايه الفنتريكولار كونتراكشن. مش الفنتريكولار مش كونتراكشن اللي من غير متريك، لا الكونتراكشن اللي هو الرابيد ايجكشن اللي فيه تشينج في الفوليوم. خلاص؟ طيب ثالث ويف دي بقى اللي بتكمل ديورنج الفينس ريتيرن، اعلى قمه بيوصل لها لما بيتملي خالص من الفينس ريتيرن اللي راجع له، اسمها الفي ويف. يبقى انا عندي A و C و V. A من الاتريال من اسمها A يبقى اتريال سيستول او اتريال كونتراكشن، C من الفنتريكولار كونتراكشن، V من الفينس ريتيرن اللي راجع. دول الثلاثه ويفز اللي بيعلى فيهم الاتريال بريشر. الهارت ساوند زي ما قلنا اربعة هارت ساوند، اول واحد والتاني هو المفروض الليكتشر خلصت. فالليكتشر بتاع دكتور محي عندكم امتى؟ لا الساعة كام؟ قصدي في الجرد. طيب خلاص هنا ايه؟